تفضل يلعب بيمينه شريف عبد الملعب اللي نزل هتشوف جاي هو كل يجري مش باله واتلعبت باليمين وبيمسك عليها الجول الاول للنادي الاهلي هو جول اول نوبه تفضل يلعبها بيمينه شريف عبد الملعب اللي نزل هتشوف جاي يمكن الأهداف بتعلن عن نجمنا في هذه الفقرة نجمنا رغم أنه الفترة اللي لعب فيها ما كانش فيه تطوير أو تحديث أو فيه نيو لوك جديد للزي اللي كان بيلبسه سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر كان معروف هو الشورت اللي هنا هو اللي هنا هو الموديل اللي هنا هو اللي هنا التيشيرت نفس التيشيرت الشراب أو الجوارب زي بيقولوا نفسه هو هو الحذاء هو هو حديثا بقى كنا بنشوف دلوقتي التيشيرت يعني حدث ولا حرج بقى براندات بقى وحاجات والشورتات بشكل تاني والشرابات بشكل تاني والاحذيه اللي عليها النيك نيم والمش عارف ايه والكلام ده لكن بالرغم من التقليديه اللي كانت موجوده في وقته كان يصنف وكان اسمه المشهور ب ترافولتا الكره المصريه الشعر ينزلش الملعب الا وشعره مرتب معمول وكأنه جاي من عند الكوافير على الملعب مش جاي بقى من أوضة اللبس والعرق والكلام ده كل الحاجات دي ما كانتش بتهمه كان مهمه أنه هو ينزل في أجمل صورة وكأنه رايح يمثل فيلم الفكرة طبعا كبرت في دماغه الله طب ما أروح أمثل يعني أمثل في الملعب ليه طب ما أمثل قدام الشاشة راح مثل قدام الشاشة تمثيل قدام الشاشة في انتقادات كتيرة جدا 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 له وعليه قال لا طب أنا هسيب الشاشة الكبيرة واروح الشاشة الصغيرة الشاشة الصغيرة دي بقى صناعة صعبة جدا لما يبتدي فيها دور ويعمل دور صغير في مسلسل بطولة رحمة الله عليه ممدوح عبد العليم الوحش وحش الشاشة ده اللي كان بيسمى وحش الفنان النجم إلهام شاهين ويعمل دور صغير الدور الصغير ده يكرم من خلاله وياخد جايزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون لا ده احنا لازم نقف بقى ونعرف ايه الموضوع وايه القصة وايه الحكاية وايه الرواية مع مهندس الديكور ترافولتا النجم الفنان المبدع الممثل اللي قل ما شئت فيه من الكلمات كابتن شريف عبد المنعم اهلا وسهلا بيك يا كابتن شريف منورنا يا استاذ مش عارف اقول لك ايه يعني ترافولتا انت اللي منور الدنيا وميرسي للمقدمه الجميله جدا دي الحقيقه نبتدي منين واحنا نبتدي منين احنا من اي حته احنا رغم ان الاحداث الرياضيه مشتعله يعني الاحداث الرياضيه مثيره فيها عنف وفيها اثاره وفيها قوه يعني اثاره تسمح الاثاره اللي موجوده في الوسط الرياضي دي ما تثيرش جواك الحس الفني انا عارف انت بتكتب لنفسك حاجات حاجات فنيه انت كاتبها بنفسك تثيرك انك تعمل فيلم كده عن زوابع رياضيه زوباع رياضيه لا لا دي ما تتكتبش الفيلم ده حاجات دي ما تتكتبش تتشاف وتتسمع بس ولا تتشاف ولا تتسمع نبتدي من الاحداث الجاريه الحاجات دي بره الدنيا خالص ويمكن دخول ايقاف النشاط الرياضي بسبب الوباء وسبب الحاجات اللي هي واجبتنا بحاجات كتير جدا يعني فبقيت الناس بتشتغل على اساس انها تملى فراغات كده باي كلام باي حاجه في الخروج عن النص في اشياء كتير قوي غير مسموح بيها غير مسموح ان انت تتعرض للملكيه الفكريه بتاعت اي انسان او بتاعت اي كيان اي مؤسسه غير ما مفروض ان انت تتعدى على الحقوق الشخصيه بتاعت اي انسان انا ما اقدرش اتعدى على الحقوق الشخصيه بتاعتك او المفروض ان الروابط او المسؤوله عن الاعلام في مصر لازم تبقى ليها شكل تاني خالص يعني كنت قاعد حضرتك بسمع الضيف بتاعك زغلول كان بيتكلم على الضوابط اللي هي مفروضه في القنوات الفضائيه اعتقد ان الدنيا كلها عارفه ان في كيان ومؤسسات ما بتتخطاش الخط
الاخضر حتى يعني الخط الاخضر دايما بيشتغلوا فيه وناس موجوده. ايوه ايوه. مش معنى انك انت تبقى يعني راجل محافظ او راجل محترم او مؤسسه بتشوف شغلها كويس قوي وواضح النتائج عليك او واضح أيوة. الاسلوب اللي انت بتشتغل بيه النو هاو بتاعك هو اللي بيوصلك للبطولات والالقاب وكل شيء، انك انت ما بتردش او انت ولا عمرك هترد ولا، لانك دي في سكه، دي سكه مغلقه يعني ما حدش المساعده بقى من طريق الغام. طريق الغام ممكن تدخله المساعده في السوشيال ميديا ينفجر فيك. استاذ طارق، المساعده في شكل السوشيال ميديا بيكبر الحكايه كمان زياده يعني، وبيتصيد بقى ليك او ليا او لاي حد اي حاجه. نعم. وممكن يركبوا اي كلام، ممكن يمنتجوا اي حاجه، ممكن يدخلوك في سكك. انا نفسي بتعرض كتير قوي لكلام انا بقعد اضحك الحقيقه يعني، طب انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا بتعملوا ليه كده يعني؟ ودي بتبقى مصالح وهميه شخصيه لناس عايز تبقى موجوده على الساحه باي شكل، يستغلوك بقى، يستغلوا اسمك، يستغلوا كيانك، يستغلوا نجاحك، يستغلوا كل اللي انت بتشوفه وبتتفرج عليه ده. لازم يبقى في ضوابط يعني بالزبط للشكل بالزبط ده بالزبط في كل شيء في الحياه يعني. ده الحقيقه ده هقول دي صرخه نداء كده هادئه يعني بلغه هادئه من قلب نجم وممثل مصري له تاريخه وله مكانته وله من الثقافات اللي ما تسمح ليه انه يرسل هذه الرساله الى جميع المسؤولين، وخاصه وبرده ما زلت بكرر يعني دي ترسل الى الهيئه الوطنيه للاعلام برئاسه الاستاذ حسين زين وقيادته وتشكيله الجديد المرافق له. كان الله في عمكم يعني ارث كبير جدا ومهمه شاقه وصعبه ان شاء الله انتم لها. هتوقف عند حاجه كده عنت ليا في ذهني انا بقول كطه الحديري لما اقعد افتكرها كده اقول ملامح كابتن شريف عبد المنعم. احنا خارجين من رمضان ومسلسل الاختيار، ملامحك تكون واحد من ضمن هذا المسلسل في الجزء الثاني، مش عارف دي رساله ممكن اوصلها للاستاذ تامر مرسي. ملامحك فيها مقاتل، ها فيها ضابط جيش، فيها ضابط صعقه، فيها ضابط اسرائيلي. عملت انت ضابط بالظبط. عايز اقول لك الحاجه من ضمن المنظومه الفنيه يعني. ملامحي كنت اتمناها تكون في الحقيقه مكان الاولاد اللي بيدافعوا عننا وبيضحوا بحياتهم. الله. يعني ملامحك انك انت تستفيد منها اعلاميا او تستفيد منها انك انت تمثل شخصيه من الشخصيات العظيمه اللي هي انا شفت 4-5 حلقات من المسلسل وشفت اخر حلقتين يعني منسي وخالد دب ودبابه. يعني انت بتبقى قاعد بتتفرج على حد نفسك انت اللي تبقى مكانه، ان ربنا اختاره واختاره اخلاقا واختاره كل شيء. قاعد بتتكلم قدام، قاعد بتشوف شخصيه كانها يعني من السماء، رسول في الارض، رسول في الارض بينه وبين نفسه، وبيديك المرادف ليه لشخصيه تانيه يعني بتستهول نفسها ان هي تبقى في حكم معين او في وقت معين انها توصل درجات بسرعه، ان هو يحكم ويبقى ليه شأن والكلام من ده في ظل مش هقول خيانه بس في ظل عدم فهم ومسح دماغ وبتاع. فبقى واضح لما ابتدوا الحلقات جابوه جايبينه ازاي وما فيش. الناس دي يعني لازم يعني عمل عظيم جدا يعني. فانت بتقولي ان انا اشترك فيه يعني مش اشترك فيه بس يعني ده الواحد هيبقى مش بيمثل، الواحد هيبقى حاطط الناس دي في كيانه وفي خياله وازاي كان ماشيين على الارض ازاي، مش هيجهد نفسه، مش هيجهد نفسه. مفيش اجهاد. دام حطيت بلدك في قدامك كده، البلد دلوقتي انت الكلام كله بيطلع من القلب، مفيش كلام، انت بتتصرف. خدت بالك انك بتحمي نفسك وانت بتشتغل؟ الناس اللي بتحمونا اللي بتحمينا دي بتحمي ولادي وبتحمي اخواتي وبتحميني وزوجتي وامي وبتروحني عشان اعرف اروح، عشان انزل اشوف اكل عيشي، عشان اعمل كل حاجه. والناس دي سعيده ورايحين يقولوا لاهاليهم ادعي لي بالشهاده. طب ما احنا عايزين نقف قدام الناس كرمات دي، كرامات في الارض كده. ما تجيش تقول لي شوف الناس دي بتشتغل ازاي، وشوف السوشيال ميديا في الرياضه شغاله عامله ازاي وكلام. فالواحد بيحزن. او الواحد مين الشخصيه يعني اللي كنت تحب تمثلها في المسلسل ده؟ اي شخصيه، كلهم سواسيه. اي واحد بيشيل علي ولا منسي أي ولا حد، اي حد بيشيل سلاح ويدافع عن ارضه وبلده وكيانه وعيلته وترابه يعني اللي احنا مخلوقين منه اصلا كمان. انت بتوديني في حته مهما قلنا من كلام ومهما الافعال بقى انك بتشوف فعلا
بيتر ميمي اللي هو المخرج ده عمل صورة حية للنادي الواقع اللي كان بيهجموا عليهم ازاي ساعة الفطار وساعة البتاع وبيطلقوا الشهادة فيه وما اعرفش. يعني انت مهما كنت او مهما عملت استاذ طاهر استحالة استحالة غير انك تروح تتطوع دلوقتي وتجند نفسك وتروح تكمل الرسالة والمسيرة، لان الحمد لله علينا ربنا مدينا رئيس انا دايما اقول عليه المشير عبد الفتاح السيسي. مش اقول رئيس عبد الفتاح السيسي بس يعني انا بالزبط. بحبه في البدله العسكريه، بتحب تلصق بيه اللقب العسكري المؤسسه العسكريه. الراجل ما فيش كلمه قالها الا لما بيعملها، ما فيش حاجه في البلد الا لما بيتمنى لها انها تبقى كل شيء، ما فيش حاجه عايز الناس تمشي معاها تكمل فيه، ما فيش حتى في الدنيا خدت بالك بتبقى كمال لله وحده. لازم هنقابل مش سايب مكان في مصر الا باصص له، مش سايب اي حاجه بس يعني هو بيتمنى ان الشعب حدودك مأمنها وشغلاه هموم كتيرة جدا. قالك أنا بدافع مش بهاجم يعني أنا بأمن نفسي مش بالظبط مش رجل حرب أنا يعني جيش مصر ليس جيش غزاي لا, 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 لا يتعدى على أحد. نحن لا نتعدى، احنا نحمي أنفسنا، يحمي أرض مصر ويحمي حدود مصر. شفت بقى الرسالة، الرسالة اللي المفروض بتكون هي دي رسالة الفن. شفت لو في 100 واحد سيسي هتلاقي كل حاجة بتتحل ببساطة. علشان كده الجانب الفني خلاص بقى يغلب بده. لما تطلع لنا أغنية تقول لنا منسي حي ما يتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش، منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي ما تنحنيش. جمالك شوف يعني شوف كلام شوف الفن بقى بيجيبك وانعكاسه بيصححك. انا شايفه في ملامح وجهك، انا شايفك وانك قدام كاميرا. لا ده كلام كاميرا الدراما حتى لو انا غفلت انا عارف انه من القلب وصادق. بص الانسان ليه ظروف، انا بنزل من عندك هنا بدور على حاجات معينه وعندي شغل وعندي بتاع ما اعرفش. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني بيصحح لك وبيديك قوه غريبه ان انت ماشي في الصح وان انت مفيش حاجه تهمك ولا في حاجه هتفرق معاك في حاله اقتصاديه دلوقتي. كله بيتحل ان شاء الله، كل ده تحس ان انت مصان ومحاط برضا من الرب ورضا من كل الدنيا، فاهم ازاي؟ واحنا وصلنا تصدق بالوباء ده، وصلنا ان احنا نمره واحد في العالم كله. الناس بتحسدنا في كل شيء، خدت بالك؟ احنا في مصر ده بنقول من رحم الكوارث بتولد كل حاجه، والافكار والمبادرات والابداعات والمواقف. وشغال انت ايه 24 ساعه في رمضان كله بيعمل شايف شفت الصبح وشفت الدور عجلة دائرة لا تتوقف، وفي مواعيد عجلة لا تتوقف ومواعيد الحكاية دي هتتسلم في الوقت ده وما اعرفش ايه، وبتدافع عن ارضك وبتدافع وهجوم عليك برضو مش عارف ايه ومحاولة الهز في الشكل كله عشان عايزين يحلوا القضية الفلسطينية والقضية الاسرائيلية وكلام ده، عشان بحتة سينا دي خدت بالك اللي هي ضربنا يعني حاجات كتير قوي سياسيا مش بتاعتي ولا بتاعتك، انما الناس مدركاها يعني الشكل عامل ازاي. الحمد لله بالقضاء بتاعتنا، والحمد لله بنعتز بمصريتنا، بنعتز بجيشنا وبنعتز بأولادنا من حرب الاستنزاف 73 لكل الأوقات اللي عدت فيهم. عندك شواهد كتير قوي ان العالم كان لازم يقف. طيب احنا يعني بدأنا رياضة وبدأنا اتكلمت يعني قلت رأيك في ما يجري من أحداث على أرض الواقع الرياضي الحالي، انتقلنا للفن والسياسة والأثر الذي يحدثه الفن في نفوس كل فرد من أفراد مصر، وشفنا مسلسل الاختيار وبالتأكيد هننتظر الجزء الثاني، خاصة الجزء الثاني في نجم هو كان واحد يعتبر من ناشئي نادي الجزيرة في كرة القدم كريم عبد العزيز طبعا. واحد من أسرة جميلة جداً، والده الفنان الكبير المخرج الكبير ربنا يديله الصحة محمد عبد العزيز، عمه ولا أروع ولا أجمل وأعتقد أنه صديق شخصي ليك عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز ده حدوته كبيرة جدا، أهلاوي كبير جدا وأهلاوي كبير جدا صح السعداني أهلاوي كبير الاثنين ناس فين ده عمر عبد العزيز لا في ناس كده احنا بالنسبة لنا يعني ده عمر خش النادي وإحنا لازم نشوفهم قاعدين. عمر ده حدوته كبيره جدا طبعا. فبطل مسلسل الاختيار في الجزء الثاني هو كريم عبد العزيز، وهو نجم كوره ونجم يعني على فكره كان من ناشئ نادي الجزيره ولعب لحد 18 سنه، كان لعيب جامد جدا. كريم جميل، كان لعيب كوره جامد جدا. هو لعبت معاه كوره؟ مش فاكر يمكن مره يعني مرة. بس هو الحقيقه على المستوى الشخصي شخصيه مريحه جدا،
استهلاليه جدا من ابلك او اي حاجه، ازاي بيديك قدرك وازاي انت بتبقى سعيد وانت قاعد بتتكلم معاه يعني. مش ناوي ترجع للشاشه؟ ولا في عروض يعني، انا النهارده جاي لي شغل يعني خدت بالك، وعروض، بس انا يعني بعد مشوار معين يعني لازم تبقى الحكايه زي ما انت قلت كده، افرض جالك حاجه في الاختيار ده مثلا او او الانتصار بقى الجزء الثاني، اسمه الانتصار ان شاء الله باذن الله ان شاء يعني الله. باذن الله ان شاء الله. هذه الحاجات اللي الواحد بيبقى بيتحاسب عليها يعني في حياته يعني، او الورث اللي بيسيبه بالظبط، ليه عمل ده وليه ما عملش ده وكده يعني. بالظبط. لو قلت للفنان شريف عبد المنعم ايه الدور اللي دايما بتحب تتكلم عنه وتقف عنه؟ هي بتبقى في رسائل في الافلام اللي احنا بنشتغل فيها، وفي وقت يجي يقول لك ايه تعالى نعمل، طب ما تيجي نعمل تجاري بقى شويه يعني، انت قاعد تشتغل في الضابط وتشتغل في الرسائل وتلم الـ الـ الشكل بتاع فيلم الغجر مثلا، كان في رساله ان العشوائيات والحاجات دي وكلام من ده، والناس اللي هي متسولين ازاي يديهم حياه ويوعدهم بشكل معين اللي هو بيحصل دلوقتي، البيوت اللي بتتفتح واللي بتتبني يعني، دي كانت رساله انا عاملها من سنه 90 يعني ولا حاجه، ما شاء الله الحمد لله السيد الرئيس عامل كل المجهودات ان الحاجات دي بتتحقق، فدي بتبقى رسائل. اما اعمل فيلم زي بركان غضب، بركان غضب ما فيش يعني طوب قدام صواريخ يعني، بتكلم على الفيلم ويمكن انا اللي كاتب الفيلم كمان، فكانت عندي رساله لاخواتنا الفلسطينيين، كان السيد الرئيس السابق حسني مبارك كان بيكلموه يقولوا له ماذا فعلت للقضيه الفلسطينيه وكلام من ده، فرد حد من المصريين اللي هو انا وبعض المجموعه واشتركنا في هذا العمل، ان المصريين هم بيقدموا عمل بيقولوا رجع رجع فلسطين، رجع رجع الدنيا كلها ما هي الا تكاتف، وان احنا نتواجد ودور الشعب المصري ودور القياده المصريه. فده كان فيلم بركان الغضب، واثنى ادبيا يمكن الفيلم نزل في وقت مش كويس ونجح بسيط يعني، انما كان ممكن لو كان نزل في وقت كويس كان كسر الدنيا داخليا، انما ادبيا وخارجيا ونفسه خد كل الاحترام بكل الممثلين بكل العمل بكل الذين قاموا عليه. فدي من احد الافلام او ده احد الحاجات اللي انت بتكلم لو تفكر هفكر فيه. فشايف انا ان دوري في بركان الغضب ودوري في الغجر ودوري في امبراطورية الشر اللي هو تاجر السلاح حس بوطنيته وحلف وحياة ابنه وأسرته وكل حاجة، لما فيش حتة سلاح هتخش جوه مصر، كانت لغة بنحط لغة معينة، فدايما كنا قريبين من الساسة وقريبين من السادة اللي هم عايزين يقولوا كلمة في ظل ايه ان انت بتقدم شو، ودي العبقرية انك انت لما تيجي تخلي الناس تحب الحكاية بتقدم فن الفكرة من خلاله توصل بسرعة بسرعة بس حاجة. اصل الناس راح تدفع وتوصل بشكل حلو، الناس بتخش السينما عشان ايه؟ يتفرجوا على ضحكة، يتفرجوا على اكشن، يتفرجوا على رسالة. لما انت توفر في عمل معين هو ده برضوش الشهر مثلا الرسائل دي والحاجات دي بتبقى نجاح، بتبقى الورث اللي انا بقولك عليه ده يكمل بقى زي ما انت بتقول بحاجة زي الاختيار كده، فيبقى ده المسار اللي الواحد بيمشي. بس انت ممكن تيجي تكلمني انا اقولك ايه، انا نفسي اعمل كوميدي مثلا، الشكل خفة الدم ما اعرفش ايه، يمكن انا في فيلم زي ده مثلا تحت الرابع ده عملت عادل ادهم في صورة دور كده جايلي خدت بالك على السن طبعا مع الاحترام طبعا بالعبقريه عادل ادهم ده عبقري هنا مثلا بشارك في صبره وشتيله هنا كان ده كان بعمل شارون في حرب البطولات استاذ محمد راضي الله يرحمه قلت لك كنا عاملين مصر كلها كانت بتمثل في الفيلم ده ف ما اعرفش عطيني ذئب بشري ادم يعني ملخص كده للايه يعني التنوع خدت بالك للشخصيات اللي عملتها لكن في رغم انك عملت بطولات مطلقه انما بتوقف عند عملين عمل سينمائي وعمل تلفزيوني العملين دول انت كنت ضيف شرف فيهم فتاه من اسرائيل كنت ضيف شرف طالع ضابط اسرائيلي او طالع مجند ملكة صبرا وشتيله لما اعدموا الجنود الاسرى وهم راجعين تاني على 67 ومسلسل الكومي مع ممدوح عبد العليم الكومي ما كانش ضيف شرف كان حكمدار الصعيد كان شخصيه تسع حلقات
كان حكم دار السعيد اللي هو زي فاكر لو تفتكر عبد الله غيث زمان ادهم الشرقاوي، فكان بيمثل هشام سليم ادهم الشرقاوي في المنطقه دي، وانا كنت فاكر الراجل الانجليزي اللي قاله ادهم ادهم انا بقى كنت بس على شكل على شكل مصري انا بعمله. فكان في مشهد كبير قوي في الفيلم ان انا بقبض على ادهم الشرقاوي وبدخل بيه القريه وانا رابطه ورايا في الحصان وكده، فكان مشهد بيسموه جراند ميزانسين يعني حاجه كبيره قوي هتتفرج عليها وتشوف القريه كلها وبتتفرج وبعدمه اللي هو اللي هو بيتقال عليه السيناريو، هو ده السيناريو يعني انا بعدمه بعدمه قدام القريه كلها كمان لانه استهزأ بيا وتطاول عليا فيمكن ده الشكل اللي خد غير ان التمثيل خدت جايزه على الدور ده. انا لقيت استاذ غسان مطر الله يرحمه بيكلمني بيقول لي انا هطلع استلم جايزتك دلوقتي عن مسلسل الكومي، فكانت مفاجاه طبعا وعندي الشهاده لحد دلوقتي. استاذ صافي الشريف انت ما كنتش حاضر؟ انا حتش انا ما روحتش المهرجان بتاع، بيبقى عندي شغل تاني انا وعندي حاجات. طيب خليني هتوقف مع واحد من ظرفاء هذا العصر اللي قدر بذكائه في بدايه مشواره الاخراجي ان هو يجذب نجوم كره القدم الى عالم السينما والتمثيل، ومنهم كان النجم الكبير اكرامي، المخرج الكبير المبدع ابو دم خفيف، واحد من ظرفاء هذا العصر والغالي جدا الى قلبي انا بشكل شخصي، الفنان الكبير عمر عبد العزيز. اهلا بيك. اهلا يا استاذ، ولا منور الشاشه ووحشتنا، و يعني بجد وحشني جدا كده والله. وانت كمان طبعا، مش هقول انت وحشني انا لوحدي ولا وحش كل الناس، لا ده انا معايا بقى ترافولتا الكره المصريه حبيبي حبيبي. يا عمر يا عمر لسه قاعدين نتكلم في سيرتك، ابص عليك جاي على الهواء، والله برافو عليهم والله، منور الدنيا يا عمر وحشني. ربنا يخليك انت اللي منور يا شريف، وحشني جدا جدا جدا. معلش احنا بنطمن على بعض، من بنعزي بعض في كل شويه، من اما ان شاء الله الايام دي هتبقى باذن الله ايام خير بعد كده باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. منور الشاشه طبعا حبيبي، وعايزينك بقى خلاص الكره ما فيش امل، شكلك مش هتلعب تاني، فركز في التمثيل بقى. انا عايزك انت اللي تركز في الاخراج. طبعا على رايك احنا اعتزلنا شكلنا. لا 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 انا مش هسيبك، انا لازم يبقى يعني في يبقى في بنسميه ميموري شوت يعني انا وانت باذن الله يعني. يشرفني يا حبيبي، انت عارف احنا قبل اي حاجه احنا اخوات واصدقاء، احنا اهلاويه قبل اي حاجه طبعا. النادي العظيم هو اللي بيجمعنا طبعا. لسه بقول استاذ سهر، انا اما اخش النادي كنت اشوفك قاعد انت واستاذ صلاح السعداني، دي بتدي بسمه كده للواحد رحمه الله عليه، استهلاله جميله كده. ربنا يخليك يا حبيبي ومنور الشاشه، وعايزين نشوفك كتير، وان شاء الله نلتقي في النادي قريب ان شاء الله باذن الله. تنور الدنيا ان شاء الله. ندخل بقى على طول في الماتش، ايه رايك؟ يا ريت نسخن الماتش ولا مش محتاج يسخن؟ لا 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 كل خير ان شاء الله يا حبيبي. يعني انت يعني استاذ عمر، انت عملت افلام طبعا، يا رب ولد، و واجتذبت مجموعه من النجوم الكره، كان منهم اكرامي ومين تاني؟ اكرامي وحسام البدري جمال عبد الحميد وجمال عبد الحميد، كل دول كانوا معانا في يا رب ولد. يا رب ولد، يا رب، ومدحت رمضان، مجموعه كده كبيره. ومدحت طبعا. طيب لو هتعمل بقى فيلم 2020 هتختار مين؟ اوعى تقول لي محمد صلاح بقى، انا خلاص بقى محمد صلاح ده بقى حاجه. انا هقول لك مفاجاه، انا الفكره اللي انت بتقولها دي هعملها ان شاء الله وقريبا جدا، بس تلفزيونيا مش سينمائيا. الله وان شاء الله شريف عملها معايا بامر يا حبيبي. ربنا الشرف ليا يا استاذ. اوبا ده احنا خلاص وقعنا العقود اهو على الهوا. ها ده طبعا ليك نسبه طبعا يعني. نسبتي هي الضحكة الجميلة اللي بنستمدها منك لما بنسمع صوتك. ربنا يبارك لك والله العظيم بجد، ربنا يديك الصحة والعافية. وبجد انتوا اتنين غاليين عليا، ربنا اللي يعلم. انت غالي على الناس كلها والله، قوي على كل الدنيا. الله يبارك لك. سبق بقى، سبق هو سبق لقناة النيل للرياضة، عمل تلفزيوني قريب، إخراج عمر عبد العزيز. الكتابة لمين يا أستاذ عمر؟ يعني بخليها مفاجأة لأني بعيد حاجات
يعني وقريب جدا كمان ان شاء الله. بس كريم، كريم فلت منك بقى، كريم راح للجزء الثاني من الاختيار. يا كريم عبد العزيز احنا جيل ثاني، كريم بيقول لي يا انكل انا. طبعا انا يعني ما ينفعش اعدي المكالمه دي يا كابتن شريف من غير برضو ما نعرف رأي طبعا واحد من حكماء هذا العصر وظرفاء هذا العصر. انا يعني في الاحداث الجاريه على الساحه الرياضيه الان، اكيد عندك كلام عايز تقوله يا استاذ عمر. بالتاكيد اكيد يا حبيبي. انا عاتب على الزمن شويه اليومين دول، يعني ال 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 الخريطه الفنيه عايزه اعاده نظر دلوقتي. يعني الفن هو وسيله الاصلاح. طبعا. وبعدين لابد من العوده الى برضو اصحاب المهنة الحقيقيين. يعني انا مش متصور مخرج زي محمد فاضل قاعد في بيته بقاله 10 سنين وبشوف حاجات انصاف اعمال يعني. يعني انما ان شاء الله الدفه تتعدل بامر الله. ان شاء الله باذن الله، باذن الله. العمل القادم ان شاء الله عمل نصنفه ايه؟ كوميدي. انا وحشني الضحك. طبعا وحشنا الضحك. انت عملت للفقيد الرحمه؟ يا وكانت وانا كنت بقعد اضحك. الراجل الله يرحمك يا ملك كابتن فريد شوقي. فريد شوقي وتوفيق الدقن كان هايل. لا يعني المدافن والبتاع والدنيا والكاميرا بتتهز من الضحك. من الضحك ما شاء الله يا عمر. انت الواحد بيطمع فيك دايما ان هو يكون احد الناس اللي يكون ليك بصمه علينا باذن الله. ربنا يخليك يا شريف وخلينا على تواصل. وبشكر طه انه جمعنا على مع بعض بقالنا مدة. حبيبي اسالك سؤال اخير كده قبل ما نقفل. اتفضل. ننكشك بيه كده. مين هياخد دوري ابطال افريقيا؟ بدون اي تعصب. ايوه الاهلي. الاهلي ان شاء الله بامر الله. شفت ما تقدرش ما يقدرش يقول غير كده استاذ عمر. ما يقدرش ان شاء الله. لا في الزمالك خد بطولتين في اسبوع فاحنا هنعوض بقى يعني. اشكرك جدا فنان الكبير العزيز والغالي جدا 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 الى القلب. ربنا يبارك لك يا ربنا حبيبي. خلينا على تواصل يا شريف ان شاء حبيبي. الله حبيبي انت دايما في القلب يا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. سلام. انا بشوف عمر عبد العزيز طبعا مع حفظ طبعا ممكن تحط القاب ما شئت قبل اسم، بس احنا بنقول ايه عمر عبد العزيز تحطه كده يعني في كفه مع كان رحمه الله عليه عمار الشريعي من ظرفاء هذا